فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة السلم والتسليم، أو منزلة السلم والتسليم، وذلك أخذا من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا من قوله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذا معنى جليل القدر عظيم المنزلة، فهو مقام من أعلى مراتب الإيمان ومنزلة من أرفع منازل الإسلام، وليس متعلقا بالاسم العالمي للدين وحسب الإسلام. يعني أن هذه الآيات لا يؤخذ منها فقط معنى الإسلام بالمعنى العام للكلمة، بل هي تشير إلى أدق من ذلك، شي حاجة دقيقة جدا داخل منظومة الإسلام، وهي ما يقع بقلب العبد المؤمن من خضوع وانقياد لرب العالمين من بعد ما أسلم المؤمن لله إسلاما. فهي إذن منزلة إيمانية وليست مرتبطة بالإسلام من حيث هو ظاهر، كما في الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذا معنى مختلف عما ورد بالآيات المذكورة، ولا علاقة له أيضا بحديث جبريل المشهور، حيث ميز النبي عليه الصلاة والسلام بين الإسلام والإيمان والإحسان، فقال عن الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فجعله في الأعمال الظاهرة، وقال عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. وقال عن الإحسان: ما تعلمون أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. منزلة السلم أو السلم كلاهما بمعنى من الناحية اللغوية والمفهومية القرآنية، ليست مرتبطة بظاهر العمل، بل تعبر عن باطنه، عما يشعر به العبد الذي انقاد إلى الله عز وجل انقياد طوع وطاعة. وهذا من غايات الغايات التي يرجوها العبد في سيره إلى ربه، أي حينما يبلغ به تدينه وسيره إلى مولاه أن يرتبط قلبه بربه محبة رغبا ورهبا، وأن يكون فعله الظاهر اللي هو الصلاة ديالو والصيام والزكاة وسائر الأعمال من الأركان أو الفرائض أو التوابع، يعني توابع النوافل من المندوبات إلى أبسط شيء من الأعمال، أن يكون ذلك كله منطلقا من قلبه انطلاق تدفق وشوق لانطلاق كلفة ومشقة، لأنه أسلم لله. ولا يكون الإسلام لله بهذا المعنى إلا بعد تذوق معنى الرضا الذي تحدثنا عنه من قبل، حينما ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رسولا. حينما ترضى بذلك يرضى قلبك ويحصل لك اقتناع ذهني وخضوع قلبي ورضا وجداني، فإنك تكون آنئذ قد شرعت في الإسلام لله بهذا المعنى، تسلم أمرك لله فلا تعترض على شيء من حكمه. فالأعراب الذين أسلموا كانوا يعترضون على أحكام الله عز وجل، اعترضوا على حكم الجهاد، واعترضوا على الزكاة، واعترضوا على أشياء كثيرة مما أنزل الله عز وجل من أحكامه، فكانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين بالمعنى الذي ورد في الآية وفي حديث جبريل.
أما المسلم بالمعنى الذي نتحدث عنه اليوم فهو الذي لا يجد في قلبه أي شيء يدعوه إلى الاعتراض على حكم الله عز وجل ولو على المستوى النفسي. وخا يعني اللسان ديالو ما منطلق باعتراض أو بشي حاجة ما عجبتوش في الشريعة، فإنه مع ذلك في قلبه لا يجد رغبة في ذلك، بل يجد محبة في أحكام الله، يجد محبة في أحكام الله عز وجل. هذا الرضا التام الكامل يعطي صاحبه شيئا هو السلم والسلام، يشعر الإنسان بطمأنينة داخلية ويشعر بأمن، أمن روحي لا يعرفه إلا المتذوقون للدين. الأمن الروحي الذي لا يحققه أحد لأحد، مستحيل أن تحقق إدارة ما أو مؤسسة ما أو جهة ما هذا المعنى للناس، الذي يمكن أن يحقق بشريا واجتماعيا وسياسيا إنما هو الأمن الاجتماعي في أقصى ما يمكن. تخرج البرا ما تخاف شي واحد يضربك ولا يقطع لك الطريق، هذا أقصى ما يمكن أن يحققه البشر. أما أن يحقق لك أمنك الداخلي فمستحيل، مستحيل، لأن الذي يحقق هذا إنما هو ذوقك أنت لدينك. فكم من شخص يعيش محميا من الناحية الاجتماعية لكنه غير آمن من الناحية الروحية، يعيش وسواسا وفزعا داخليا وكوابيس تشقيه وهو نائم وتكدر عليه نهاره وهو سارب به. حينما يسفر العبد إلى مولاه ويسافر ويوقن بأن جمال الدين وكماله في تعلقه بمولاه وفي رضاه عنه وتبادل الرضا بينه وبين ربه كما بيناه قبل، رضي الله عنهم ورضوا عنه، تبادل، تبادل الرضا، تراضي، عقد، عقد حصل فيه تراضي بين العبد وربه. فإذ شعرت أنك مرضي إذن فأنت محمي، محمي بالله عز وجل الذي يحيط بكل شيء، فيتحقق في قلبك آنئذ هذا المعنى الذي نتحدث عنه اليوم، السلم بالمعنى الحقيقي للكلمة، فتكون وسط الأهوال مطمئنا آمنا. شحال من واحد يكون وسط الأماكن التي تخيف فعلا، إما داخل غابة حيوانية أو داخل غابة بشرية، الداخل إليها كما يعبرون مفقود والخارج منها مولود. أنت حينما تدخل بهذه المعية السلم تكون على أمن من الله عز وجل، وتجد في قلبك قوة غريبة وعجيبة، كأنك فعلا محاط بجنود الله عز وجل، وإنك لكذلك، فملائكة الله عز وجل تحرسك من أمره سبحانه وتعالى، وتجعل في روعك هذه السكينة وهذا الجمال وهذا الهدوء وهذه الراحة. ولذلك تجد المؤمن العارف بالله يلقى الموت بقلب مطمئن وبوجه مبتسم، وهذا من كرامات الصالحين حقا الصادقين في سيرهم إلى الله عز وجل، المخلصين في إقبالهم على مولاهم. ولذلك كان قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، وليس يا أيها الناس، فهو ينادي المؤمنين الذين أسلموا أصلا بالمعنى الأول، هما مسلمين، فيناديهم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أو في السلم بالقراءة الأخرى كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. راحة وجمال وفرح بالله، أي شيء يفرح العبد المؤمن أكثر من أن يفرح بكونه يعبد ربه، كما ورد في حديث الصائم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره أو إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. فلا الفرحة الأولى ولا الثانية هي من الفرح العادي المعروف أبدا، وإنما فرحة الصائم هي بهذا الإطمئنان الذي يجده في قلبه وبهذا الرضا الذي يشعر به في وجدانه. بعض الناس يأولوا هذا الحديث يقولوا كيف فرح بالماكلة، غلط، والدليل على ذلك أن فرحك عند الإفطار مختلف تماما عن فرحك وأنت تقبل على طعام شهي في غير رمضان بعد جوع شديد. وجربوا قرن كيجي النهار اللي تكون فيه جيعان
في جوع أو في مخمصة شديدة، ويقدر الله لك أن تجد مائدة فيها كل ما لذ وطاب، كتفرح نعم بالأكل وتفرح بالرزق اللي ساق الله إليك، وتجد في نفسك إقبالا على الطعام الشهي خاصة وأنت على جوع شديد. ومع ذلك ما كيكونش هذا الذوق مثل إفطار المغرب في رمضان، ولا مثل إفطار العيد يوم العيد بعيد رمضان، اختلف. قد تفطر على تمرة وهو مشاهد، يعني الإنسان داخل الجامع كيعطيه شي مومن تمرة والمؤذن على الأذان، وكتوجد في ديك التمرة من المعاني وأنت تفطر عليها ما لا تجده في شهي اللحم والشحم. فمن أين جاء الفرح إذن؟ ليس من الطعام من حيث هو طعام، كلا طبعا، ولكن من حيث هذا السلم، هذه الطمأنينة، هذا الجمال، أنك حققت شيئا، كتدرك في نفسك بالله راك قديت تقيد النفس ديالك وخليتها ما تاكلش النهار كامل. لما؟ استجابة لله الواحد القهار. عجيب، تفرح لذلك، فيكون لك فرح الآن في الدنيا وفرح آخر أعظم. هذا المعنى الدنيوي مقدمة له، وهو الفرح بالله وفرحة عند لقاء ربه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإنما مثلنا بهذا على هذا، يعني هذا المثال ديال رمضان جبناه باش نفهموا معنى السلم والسلام والتسليم الذي يقع بقلب العبد وهو يدخل في تكاليف الشريعة، حال رمضان بحال سائر العبادات، وهو مراتب ثلاثة ديال الدرجات في هذا المعنى، على العبد أن يحصيها ويحققها ليكتمل ذلك المعنى بقلبه. أما المعنى الأول فهو سلم القضاء والقدر، أو التسليم لقضاء الله وقدره، وهو أصل من أصول الاعتقاد وركن من أركان الإيمان، لكن القرآن العظيم عبر عنه بطريقة أخرى عجيبة جدا، تنقي القلب، قلب العبد السائر إلى مولاه، وتطهره من كل شوائب الاستدراك. حال هذيك لكن ولكن يقولوا أداة استدراك. إذن ما معنى هذا ولكن؟ هذه يقولها كثير من الناس عندما يرتبكون بين يدي بعض الأحكام الشرعية نظرا لرسوخ التقاليد الفاسدة والبدع المدمرة والأهواء المخربة في عقائدهم وفي عباداتهم. حقيقة السنة هي هدي ولكن. طيب ولكن لماذا؟ على من تعترض؟ على مولاك الذي خلقك. وحارب المولى عز وجل هذا المعنى، معنى الاعتراض، في قلوب الصحابة والمسلمين بعدهم إلى يوم القيامة، ونقى قلوب جيل رسول الله أي صحابته عليه الصلاة والسلام تنقية عجيبة، وهذبها وشذبها تشذيبا. وذلك وارد في آخر سورة البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال العلماء: حينما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن المعنى الظاهر ديال الآية وعر لا يطيقه أحد من العالمين، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني أن الله عز وجل يحاسب الإنسان على ذاك الشيء اللي دار في رأسه وخما داروش. هذا خطير. من منا ومن يستطيع أن يزعم أن الكفر نفسه دار بخلده يوما؟ لا أحد. كل شيء الناس مرة مرة يجيه الشك في الكون كله. فلو كانت هذه الآية على حقيقتها إلى آخر التشريع لكان الناس كاملين غادي يتحسبوا على الشكوك وعلى الظنون وعلى كل ما يدور بخاطره. كثير من الناس قد تحدثه نفسه بالزنا ولكنه لا يزني، أو يحاسب على ما حدث في نفسه وما حدثته به نفسه، مشكل. ثم بعد هذا وذاك لا أحد يستطيع أن يدفع هواجس النفس. ما يمكن لكش تقول أودي أنا ما بقيش نفكر في حاجة خيبة، ما تستطع، لأن هذه الخواطر ليست من إنتاجك بل الشيطان يلقيها في نفسك رغما عنك. وكل شيء الناس يقعلوا هذا خواطر، وقد تحدثنا عن الخاطرة كيف تتطور إلى فكرة ثم إلى فعل. فإذا الناس بمقتضى هذه الآية في ظاهر الأمر محاسبون بخواطرهم. قاع اللي ضرب في مخك
بحال لك تحلم كاع اللي دار في مخك راه عليه الحساب. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فيقتضي ذلك ان الله قد ياخذ بالعذاب بعض الناس عن مجرد خواطرهم مما لم يقولوه ولم يفعلوه ولم ينتجوه، وإنما وقع بروعهم وخواطرهم. شق ذلك على أصحاب رسول الله، وجاءوا إليه يطلبون العفو ويستدركون بأدب. قالوا يا رسول الله ومن منا لا تحدثه نفسه بشر؟ فتنبه الرسول الكريم إلى الأدب العظيم الذي أنزله الله في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، وقال لهم ويحكم قولوا سمعنا وأطعنا، أتريدون أن تكونوا كأصحاب موسى؟ لأن أصحاب موسى قالوا وقالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، وقالوا سمعنا وعصينا. قولوا سمعنا وأطعنا، هذا حكم الله ينزل عن ذاك تمشي تقول ولكن ارضى بالقضاء والقدر لعل الله يجعل لك من أمرك يسرا. فبكى الصحابة وقالوا سمعنا وأطعنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاءت التتمات بعد ذلك، وذلك قوله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني آمنوا بقضاء الله وقدره. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فجاء العفو، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت أي ما عملت وعليها ما اكتسبت، أي أن الله لن يواخذكم بخواطركم. انتهى ذلك المعنى الأول، نسخ، ما بقيش رب العالمين يحسبكم على ذلك الشيء اللي يدور في بالك من وسواس أو من شك أو من شرك أو من أي شيء وقع بخاطرك ما دمت لم تترجمه إلى عمل أو إلى قول، فهو عفو معفو عنه. الله يسامح، عفو عفو. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذن الحساب أين؟ لها ما كسبت، الكسب الذي هو العمل، حتى تقولوا لا تديروا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما صنعت من خير وفعلت فعليه الأجر، وما صنعت من شر وفعلت فعليه الوزر. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا. وجاء هذا الدعاء الجميل خاتمة للصورة، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي ثقلا وحكما غليظا كما حملته على الذين من قبلنا وهم اليهود بالدرجة الأولى، لأن الله كلف بني إسرائيل أغلالا وإصرا لتعنتهم، كانوا كيتزحموا مع سيدنا موسى ويتجفدوا مع سيدنا موسى ويتعندوا معه، وربي كيزيدهم. وقالوا سمعنا وعصينا، فإذ قالوا مثل هذا ودعوا موسى بدعاء لا أدب فيه، ودعوا ربهم بدعاء لا أدب فيه، ادعوا لنا ربك، حلهم مش ربهم، وهؤلاء أتباعه من الذين آمنوا بموسى، فجعل الله عليهم أحكاما غليظة. ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وكانت خواتيم البقرة من الآيات المباركات، فيها شفاء وفيها جمال وفيها مناجاة عجيبة مع رب العالمين، وفيها سلم في هذا المعنى الذي نتحدث عنه، سلم إذ يقرأها العبد يتدفق السلم والسلام والجمال والطمأنينة على قلبه، لأنه راضي بقضاء الله وقدره، لأنه قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عجيب جدا فعلا، رتبة عقدية، يعني هذه الرتبة من مرتبة السلم عندها علاقة بالعقيدة، أتؤمن بأن الله ربك الذي خلقك قاض عليك؟ نعم، إذا كنت تؤمن بذلك فارضخ لأمره قضاء وقدر، سلم بكل ما قضاه،
وإذ سلم المؤمنون من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسلم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، جعل الله لهم في قلوبهم سلما وسلاما وحياهم بالسلام، حياهم بالسلام، كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دعائه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا يا ربنا بالسلام. وإذا حياك الله بالسلام فاعلم أن قلبك آنئذ قد ارتقى إلى منزلة السلم أو السلام والتسليم، ماشي غير مسلم وكان بالمعنى الظاهر على قوله: قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لا، بل أنت تعيش السلام في قلبك. وهذا الذي مدحه رب العالمين في نبيه إبراهيم. ومن هنا جت كلمة مسلم، صحيح أن مسلم عام يدخل تحتها كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم ينقضها بعمل ينقضه، هذا معنى عام، ولكن الأصل ديال كلمة مسلم راه من هنا بدأت. وبما أن الله عز وجل رحيم بالعباد فقد قبل منهم ظواهر الكلام والمعنى، عسى أن يرتقوا في بواطنه أي في معانيه سيرا إلى مولاهم حتى يحققوا أعلى مراتبه ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال في إبراهيم كما ذكرنا قبل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اللي يبلو في مخه يخرج على الدين ديال سيدنا إبراهيم راه تالف سفيه، سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. علاش اصطفاه الله في الدنيا وعلاش كان في الآخرة من الصالحين؟ إذ، لأن إذ تفيد ظرف الماضي، على حقاش من قبل قال له رب العالمين أسلم، ما زادش معاه كلمة واحدة، قال أسلمت لرب العالمين. وأسلم هذه ليس فقط على معنى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لا حاشا، بل أسلم كلية أي صار مسلما قلبا وقالبا، وحقق هذا المعنى الذي هو الدخول في السلم مع ربه جل وعلا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وذلك كان في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حينما حدث عنه الرسول الكريم محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه، إذ قال: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له هنة إلا أبا بكر. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كيخبرنا بأنه اللي كان كي يدعي الناس للدين، يدعوهم إلى الدين، يمشي لعند فلان وفلان من كل الصحابة، فأي واحد خبروا باللي راه أنزل عليه وحي من السماء فيه كذا وكذا وأنه نبي موصل من عند الله، على الأقل كي يشك ويرتاب في الأول ويخبروا بواحد المعنى ديال بحال خليني نفكر هذا إلى ما حاربوش وتقاتل معاه واحد المدة تبلوا بأنه الحق عاد سلم، ككثير من الصحابة مما حدث عنهم القرآن العظيم والسنة النبوية من الثوابت المعروفة، يعني عدد معروف من الصحابة قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخير سلموا، إلا أبا بكر غير قال له هاش كاين، قال له صدقتك، وسمي لذلك الصديق، ما نقش ما اعترض ما قال له نفكر أبدا. هذا كقول الله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، لأنه رأى نور الصدق في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإذ رأى ذلك ورأى الإسلام يتدفق من لسانه عليه الصلاة والسلام استجاب لأمر الله وراضي رضا أدخله مباشرة إلى مرتبة السلم والسلام، فكان صديقا على درجة عالية جدا من الإيمان. صديق لما حدثت حادثة الإسراء والمعراج وجعل الكفار كفار قريش يتندرون بها من اللي صبح الصباح اللي كان الليلة ديالو الإسراء والمعراج، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هزوا رب العالمين فوق البراق من مكة للمقدس إسراء ثم من الصخرة إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى عروجا إليه عز وجل. لما أصبح الصباح وصار النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس بذلك وقد أمره الله بذلك، أمره باش يحدث الناس، فجعل يحدث الناس بدأوا الكفار يسخروا منه ويضحكوا عليه، يعني كيفاش هذا لا يعقل،
في ليلة واحدة مشى الرجل من مكة إلى المقدس، وهي تحتاج إلى أيام وليال باش يمشي الإنسان يقطع ديك المسافة بالوسائل النقل القديمة، ثم بعد ذلك يصعد إلى السماء، أمر لم تصدقه عقولهم. فجعلوا بذلك يفتنون المسلمين، الناس اللي سلموا مشاو الكفار هما اللي كيبلغوا لهم الخبر، كيقولوا لهم عرفتوا النبي ديالكم اش راه يعاود هذا النهار، راه قال لك البارح في الليل طار من مكه الى القدس ومن القدس للسماء السبعه. فجعل بعضهم يتردد ويرتد عن دينه الا ابا بكر، من اللي جاوه الكفار وقالوا ليه صاحبك يقول اما تعلم ما قال صاحبك يقول كذا وكذا وكذا، وكيسخروا منه. قال لهم كلمة واحدة، إن كان قد قالها فقد صدق، غير أنتم ما تكذبوش عليا، إذا كان هذا الكلام حقيقة قالوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فقد صدق. دخل في التسليم مطلق، لا يعترض على قضاء الله وقدره. صديقية كما بيناها قبل، لكنها تثمر، كتعطي التمرة، هي هذه سلم وسلام مع الله عز وجل. فمثل هذا قد دخل في حصن الله المنيع، ما بقيش واحد يقدر يقرب له. وفي مثل هذا قال رسول الله حكاية عن ربه، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آذنته يعني خبرته وعلمته، أعلن عليه الحرب. من رب الكون إذا مس عدو ما واحدا من أوليائه الصالحين، الصالحين حقا، الأولياء حقا وصدقا. مثل هذا يقال فيه هذا، السلم رتبة رفيعة جدا، وهذه إحدى مدارجه، سلم العقيدة والاعتقاد والتسليم بقضاء الله وقدره والرضا به ربا للكون والكائنات، والدخول في سلك ذلك إيمانا وتسليما. الرتبة الثانية قبول التشريع، قبول التشريع يعني لما تلقى شي حكم من أحكام الله في القرآن أو في السنة يجب أن تتقبله بصدر رحب وبمحبة. إذا كنت تجد غضاضة في أن يكون حكم الله كذا وكذا فما زلت بعيدا عن منزلة السلم. شحال ديال الناس مسالمين وكايصليو ويديروا كامل الأركان كلها، ملي تقول له ودي راه السارق في الإسلام كيقطعوا له يدو ما كتعجبوش ولا ما كيرضاش يقولها. إذن أنت في حاجة إلى مراجعة هذا المعنى في قلبك، وذلك قوله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا سليما. خصو يعجبك حكم الله، ماشي تحشم به وما ترضاش به، خصو يعجبك، يجب أن تتذوقه. فإن أشكال عليك شيء منه فاسأل أهل الذكر حتى تطمئن وحتى ترضى، وحارب وساوس الشيطان فإنه هو الذي يفتنك، وذلك قوله سبحانه وتعالى، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. استقبل أحكام الله كلها بنفس رضية راضية. وكثير من النساء أيضا كتقول لها ودي راه رب العالمين عطانا الرجل يتزوج ربعة العيالات وتكره ذلك. إنما ها هنا أفرق بين أمرين باش ما نديروش الحرج للنساء أكثر من القياس. حقيقة أن فطرة المرأة فطرة أنها تكره الضرة ومن حقها، ولكن لا يجوز لها أن تكره حكم الله في ذلك، فهما أمران مختلفان. أمهات المؤمنين كرهوا الضرة، هي عائشة اللي هرست القصعة ديال المرأة الأخرى من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال لها رسول الله غرميها، فما كانت نسوة رسول الله عليه الصلاة والسلام برضا تام على تعديده عليه الصلاة والسلام النساء. ولكن فرق بين ما يجده الإنسان فطريا في قلبه من الغيرة، شيء طبيعي لأنه نزعة فطرية لا يمكن لها أن تنزعها، ما تقدرش تحيدها من قلبها، ولا أنت، شيء طبيعي، هذه العواطف والنوازع الطبيعية والفطرية شيء طبيعي، فلا تلام المرأة على ذلك. ولكن أن تعترض على الحكم القرآني هذا خطر، هذا رفض لحكم الله عز وجل، علمت ذلك أو لم تعلمه.
فيجب أن تقول بنفس رضية: رضيت بحكم الله وكرهت الضرة. واجمع بين الأمرين ولا حرج، ترضى بحكم الله ولكن الضرة ما تقبل عليه، ما كاين بس، ولكن يجب أن تتوجه إلى مولاها بالرضا والتسليم لحكمه عز وجل. فلا وربك، الآية خطيرة، لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يجعلوك يا محمد عليه الصلاة والسلام حكما تصدر الأحكام عليه، قاضيا تقضي فيهم وعليهم بما أنزل الله عز وجل من أحكام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، ما يقنط شيء القلب ديالك من حكم الله، ما ينبغي أن تضيق ذرعا بشريعة الله، يجب أن تحبها، فإن لم تحبها فتعلم حبها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم مع سيدنا عمر واحد المرة، قال له سيدنا عمر رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فنظر إليه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. ثم استدرك بعد ذلك عمر ورجع إلى قلبه ومحص المحبة في وجدانه، فقال: أنت الآن يا رسول الله أحب إلي من نفسي، ولو لم يكن كذلك لما ضحى بنفسه فداء لرسول الله في القتال. أبو دجان رضي الله عنه الذي كان يترس رسول الله بصدره، ترس هو ديك الحديدة اللي كيهزها المقاتل باش يتقي بها الضربات ديال الرماح وديال السيوف، وهي الأكياس الرملية اللي كيديروا الآن لتقي الناس الرصاص، هذوك الخناشي ديال الرملة ولا ما عرفش كيعمرهم باش كيحضيو رسوم ما يجيش فيهم الرصاص. ترس وأتراس. في معركة أحد حينما انهزم الناس عن رسول الله، الصحابة ولاو يهربوا بعدما اشتدت المعركة وانهزموا الناس، في معركة أحد جاء أبو دجانة وبدا يقاتل قدام النبي صلى الله عليه وسلم، والضربة من اللي كيشوفها مشيرة من شي جهة كيمد صدره باش ما تقيش النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرغب بنفسه عن نفس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني يموت هو وما يموت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يحقق هذا إن لم يكن الرسول أحب إليه من نفسه، لكون كانت نفسه بقي عزيزة عليه كثر من سيدنا رسول الله يهرب حتى هو مع الهربين. تسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المرتبة الثالثة، يعني نعود نذكر المرتبة الأولى، قلنا تسليم القضاء والقدر، اعتقاد لله رب العالمين. المرتبة الثانية تسليم الشريعة أو الأحكام، حلال حرام، حلال واجب حرام مكروه، سلم لله. ما تذوقتهاش في البداية راجع، حاول 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 أن تستسيغها وأن تتذوق حلاوتها، راك غير ما انتبهتش للحلاوة ديالها في بكينا. هل شي واحد كتعطلو شي فاكهة لأول مرة في حياته عمره ما عرفها، كاين سبحان الله في البداية كتجيه باسلة ما تعجبوش، ولكن واحد شوية مرة تانية تالتة وينتبه إلى جمالها وإلى حلاوتها وتولي تعجبه ويولي يقلب عليها ويشريها. فليس معنى عدم تذوقه لها في البداية يعني أنها ليست لذيذة، كلا، ولكن بقيت دهشة ديال البداية. كذلك أحكام الله، قد يقع من العبد والعبد ضعيف أن لا يتذوق شيئا منها، ولكن عليه أن يعيد ويحاول ويدرب قلبه على حلاوتها حتى يجدها في أي حكم من أحكام الله. والثالثة والأخيرة سلم التذكير والذكرى. سلم التذكير والذكرى، قد يصاب العبد بغفلة، وكل الناس يغفل، كل الناس يغفل، ولا خطأ إلا بغفلة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وما كان ابن آدم ليخطئ لو لم يكن مغفلا، يصيب الغفلة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، شيء طبيعي في آدم وذريته إلى يوم القيامة. لكن إذا حدثت الغفلة وجاء التذكير والذكرى فيجب أن تسلم وتسلم، احذر أن تأخذك العزة بالإثم. ولذلك جاء في الآيات التي قرأت أواخرها قبل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. جاء قبل ذلك في السياق قوله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيس المهاد. بزاف ديال الناس، ومن الناس من يعجبك قوله، بزاف ديال الناس إلا سمعت له تقول هذا هو الكلام وهذا هو الإسلام وهذا هو الدين، ولكن قلبه مبطن للخصومة، لدود شديد على أحكام الله عز وجل، معارض لقضاء الله ولشريعته، فالقلب دياله قلب قاسي ما صالح، كما كانت قلوب المنافقين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبذلك خاطب المولى رسوله الكريم بهذه الآية: ومن الناس من يعجبك، الكاف الخطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، يا محمد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، يقولك شاهد الله عليا أنا كذا وأنا كذا وهو ألد الخصام، شعد منه ما كاين. وكيف تعرف ذلك؟ في بعوشرة، في جواجو طلاقو، في حكامو خدمته. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فكيف إذن قوله قبل أنا كذا وأنا كذا يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الآن يفسد في الأرض، يهلك الحرث، يهلك النسل. وإهلاك النسل فيه من المعاني ما فيه، ككل وسائل الإضلال، كوسائل الإضلال الإعلامية مثلا، البرامج التلفزية المخربة للأخلاق، إهلاك للنسل، لأنها إذ تشيع الفاحشة في الناس وترغبهم في الزنا فهي تهلك النسل، ما كيبقاش النسل صافي، كيتخلط بولاد الحرام. سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. المشكل أين؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، تقول له اتق الله يا عبد الله ما كيرضاش، ما كيرضاش بالتذكير لا يسلم للذكرى، كما لم يسلم الآخر لقضاء الله وقدره، وكما لم يسلم الآخر لشرع الله وحكمه، لا يسلم هذا للذكرى أو لذكر الله، تذكره بالله ما يرضاش، ما يعجبه في الحال. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، النفخة والنخوة باش بالجريمة، يعتز بالفساد، أخذته العزة بالإثم. جوابه: فحسبه جهنم ولبيس المهاد. فحسبه تكفيه جهنم، هي اللي أطلق له وتصلح له، هذا المعنى ديال فحسبه، يعني تكفيه وتعالجه وتدويه. فحسبه جهنم ولبيس المهاد، المهاد الذي يمهد للإنسان بحال المهد، يتكى فيه ولا يرتاح فيه ولا يصير إليه، بئس أسوأ ما يمكن يوصل له الإنسان، جهنم نعوذ بالله منها، الله ينجينا من حسها. ثم قال المولى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، سلم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مباشرة قال: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة، يعني ديروا بحال هذا. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، كيف يشري نفسه؟ يشري نفسه يعني كيبيعها، وهذا من الأضداد اللغوية ومن المشترك عند علماء الأصول، يعني أنه يشري فيها المعنى ديال يشري بالمعنى ديال الدارجة ديالنا، كتشري الحاجة تتعطي الفلوس وتأخذها، كين هذا المعنى شرى يشري، وفيها المعنى ديال كيبيع، وهو مستعمل في القرآن في هذه الآية وفي غيرها. ومن الناس من يشري نفسه أي يبيعها، كيبيع النفس دياله، كيبيعها لمولاه الذي خلقه، باش كيبيعها؟ كيبيعها بالفلوس ديال شنو ما الفلوس، هو يرضى عليه ربي، هذا هو الخلاص دياله، يعطي لرب العالمين، يعطي لرب العالمين نفسه، يقدمها بين يديه بضاعة لمولاه ويشتريها المولى منه بأداء بثمن، هذا الثمن هو رضاه عز وجل عليه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف أي رحيم ودود لطيف بالعباد.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوه سيدنا يوسف السيارة للقوة، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني باعوه وما متقل عليهم خصهم يتخلصوا منه، داك الشيء اللي لقوه فيه فضل لأنه ما يلقوه طايح في البير، دراهم معدودة شروه. الشاهد عندنا هو الشراء بمعنى البيع. فكذلك هذا المؤمن الذي انتبه إلى السلم باع نفسه كلها لله. ومن الناس، إذا كان من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، فهناك طائفة أخرى تكون حجة الله على أولئك. ومن الناس من يشري نفسه، النفس ديالو كلها كبيعه. وعلاش قال النفس بالذات؟ لأن النفس هي موطن ديال الخصوبة لاخر، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. الخصومة كاينه في قلبه وفي نفسه، هذا النفس كاع اللي غادي يتغريه وتغويه. باعها وتهنى في خطرة، باع الرغائب كلها، باع الملذات جميعها، باع الدنيا وما فيها، إذ باع نفسه لله الواحد القهار. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. حال هذا كيتناول ربي ويشد ربي بالرأفة بالرحمة. فأمرنا المولى نحن معشر المؤمنين أن نكون كهذا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لأن الشيطان يوسوس لك ويخليك تستدرك على مولاك وتقول له ولكن في العقيدة أو في الشريعة، وقد خسر من استدرك على مولاه اعتقادا أو تشريعا. احذر أنك ينزل بك قضاء وتقول بناقص من هذا الدنيا وبناقص من هذا الشيء وتسخط على الزمان وتسبه. وفي الحديث لا تسب الدهر فإنني أنا الدهر. إذا نزلت المصيبة عافانا الله وإياك، اطلب العفو قبل ذلك. فإذا نزلت فاصبر لقضاء الله وقدره، اصبر سلم تقول مرحبا مرحبا بدك الشيء اللي قدر مولانا الكريم، سمعنا وأطعنا، هكذا قل. تكون من المسلمين هذا المعنى الخاص، ماشي بدك المعنى العام، من أهل السلم، من الذين سلم الله عليهم وحياهم بالسلام واطمأنت قلوبهم وسكنت لمولاهم الذي خلقهم، واطمأن سيرهم إلى الجنة إن شاء الله. سير ديالك الجنة يكون مطمئن ما فيه اضطراب، مستقيم على صراط مستقيم، حتى تدخلها مسلما خاضعا كما دخلها إبراهيم والأنبياء من قبله ومن بعده، والتابعون لهم على وزانهم من السلم والسلام. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الاستجابة للذكرى والتذكر تواضع لله، ومن لا يستجيب يؤرقه الكبر والكبرياء. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. اللي تقول له اتق الله وما يرضاش وما يعجبوش الحال، لا يزال في قلبه شيء من الكبر، والكبر خطير. علاش؟ لأن الله لا يرضى أن يتصف عبد من عباده بالكبر، لأنه صفة حكر على الله عز وجل. يعني المتكبر الوحيد في الكون هو رب الكون، له الكبرياء جل وعلا. ما ينبغي لأحد أن يتكبر في الأرض أو تحت الأرض، ومن تكبر فمصيره الهلاك، كما كان مصير إبليس الهلاك أيضا إذ تكبر واستكبر. فالله جل وعلا هو المتكبر وله وحده الكبرياء، واتصف عز وجل بالكبر والكبرياء حتى يرسل في الأرض وإلى الأرض السلم والسلام. بينت هذا قبل وأعيده في هذا المقام، يعني شحال من واحد يتعجب كيفاش اسماء الله الحسنى فيها المتكبر، والمتكبر يعني صفة بين الناس مذمومة، تقول له فلان متكبر كتنقص منه، ولكنها في الله كمال وليست نقصا، فهي اسم لله وصفة له، له الكبرياء وهو المتكبر جل وعلا. تكبر عز وجل لأن ذلك يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه من جهة، ومن جهة ثانية
حتى لا يتكبر مخلوق على مخلوق في الأرض. نهار يتكبر عليك شي واحد غادي تعرف بأنه كذاب، لأن ما معنى يتكبر؟ يتكبر يعني ينفخ عليك ويبين لك بلي راه مجهد عليك في شي حاجة، شي صفة من الصفات. لما خبرك رب العالمين بأن الكبرياء ما كاين إلا عند رب العالمين، كتفهم بأن هذا المتكبر ينتحل ما ليس له، يعني مكسب ديال الناس، معنى عريان. يتكبر ما معناه؟ يعني ضعيف، العكس تماما. ولا يتكبر إلا من يعاني مرضا نفسيا، عنده عقدة النقص، وكيترجم عقدة النص بالنفخة. فين ما تشوف شي واحد منفوخ مكبر عربي راه ضعيف، راه إلا لقيت له نقطة الضعف ديالو تلقاه كيبكي من الداخل، وهذا بالاستقراء التام لا يشذ عنه مخلوق. فين ما تشوف شي واحد متكبر إنما يترجم مرضا، عقدة، نقصا، خرما في نفسه، واضطرابا في شخصيته. والتواضع كمال، تواضع كمال، لأن الإنسان عرف قدره وعرف باللي راه ضعيف وتمشى على قد الضعف دياله، لا يصيبه آنئذ رهق ولا نصب، لأن غادي على قد جهده، طاير على قد جناحه، نهار يطير فوق من جناحه غيترس. وكذلك يحدث للمتكبرين، فالله عز وجل يقسمهم في الدنيا وفي الآخرة: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قصمته، وفي رواية أخرى صحيحة: قذفته في النار، نعوذ بالله من النار. ما ينبغي لمن يريد أن يدخل في السلم أن يتكبر على الذكرى والتذكير من أي شخص جاءت. عنده يغويك الشيطان كما يغوي الكثير من اللي تجيك الموعظة من شي واحد ناقص وتولي تعايرو بالنقص ديالو، ما تكون شي بليد، راه الشيطان لعب عليك. كتوقع كيجي واحد مسكين كيقدر يكون عنده شي معصية من المعصيات، وهو ما بان له ينصحك، تقول له انت بعدا سير قد شغلتك، انت بعدا انت كاع ما كتصلي في الاوقات، ولا انت مازال كاع ما قطعت الخمر، ما تقبلش منه النصيحة، خطير. اقبل النصيحة من هذا السكير وادعو الله له إذ نصحك أن يعفو عنه مما هو فيه، تكون من المسلمين. راه الشيطان يدخلك من هذا الباب ويجعلك تعتقد أنك أحسن منه، وما يدريك لعل الله يجعله أحسن منك في يوم من الأيام. فما دام أنه أوصاك بالله أن اتق الله في كذا وكذا، فاسمع وقل له سمعنا وأطعنا، لأن الحق على لسانه ليس منسوبا له، وإنما الحق منسوب لرب الحق، الحق جل وعلا. اقبل النصيحة من أي كان، صالحا أو طالحا، دير انت بالخير وادعي له هو بالهداية، لعل فعلك ذاك أن يكون سببا أيضا لهدايته، وتنال الأجر مرتين، مش غير مرة واحدة. المرة الأولى أن انتصحت إذ سمعت النصيحة، قالك اتق الله، قلت له اللهم اجعلني من المتقين. المرة الثانية أنك باستجابتك صرت له سببا للهداية، قالوا الله إلا هذا السيد هذا أنا ما نصلح من سوى، قلت له اتق الله، قلت له دير هذه ودارها وأنا بقي موسخ من الطخ، فيعود وقد وقع مثل هذا وشوهد، فيعود إلى الصلاح تائبا باكيا ويسابقك إلى الخيرات وفي الخيرات، وتدي الأجر ديالك إذ انتصحت استمعت للذكرى، والأجر على وزان أجره، يعني مثل الأجر دياله، أنك كنت سببا في هدايته بسلوكك وخلقك. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع النصيحة ويقبل الأمر بالتقوى من أي كان، على هذيك المرأة اللي جات قالت له اتق الله يا عمر، أو ذلك الأعرابي، كانوا هذوك حسن منه؟ طبعا لا، فهو في الرتبة بعد أبي بكر الصديق من حيث الكمال ومراتب الإيمان، الناس اللي جاءوا من بعده كلهم هو أحسن منهم رضي الله عنه، ولكنه كان يسمع الأمر بالتقوى والأمر بالذكرى من كل أحد، من كل أحد. سلم الذكرى وسلم التذكير لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، اللي فعلا لا يزال له قلب ينبض بالحياة، قلب ينبض بالإيمان، قلب يرغب في معرفة الله، قلب يقدر الله حق قدره. الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سمعوا شيئا ذكرهم بالله وجلت قلوبهم فعلا، وفيهم نزل قول الله عز وجل: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وأي ناصح أمين جاء ينصحك فإنما يذكرك بربك، لأن الغفلة تنسي العبد، تنسيه مولاه، وتنسيه
جلاله وجماله وعظم سلطانه جل وعلا. فإذ تتذكر هذا السلطان الجليل العظيم يقع بقلبك ما يقع من الوجل، وتتذكر وتخضع وتخشع، ولا يبقى للكبر آنئذ أثر في وجدانك، فتدخل في السلم ويرضى عنك مولاك. وتلك بغية المؤمنين وطالبة الصالحين والصديقين، يعني يحصلوا على مرتبة الرضا من المولى الكريم. المؤمن إذن معرض للهفوات ومعرض للضلالات بسبب الغفوة والهفوة والغفلة، لأن ذلك من آدميته. وقول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا إرث ورثناه عن أبينا آدم عليه السلام، عهد إليه جل وعلا أن لا يعبد الشيطان وأن يعبده وحده دون سواه، أي أن يعبد ربه الله جل وعلا وحده دون سواه، وأن لا يأكل هو وزوجه من تلك الشجرة. فنسي ذلك من بعد ما وسوس له إبليس فأكلا منها، وهذا النسيان طبيعي في الآدمية، فنسي ولم نجد له عزما. العزم العزيمة، ومن معاني العزيمة القوة والثبات على الحق وإدامة التذكر. لما يوصيك شي واحد دير كذا وكذا وكذا، أنت بين أحد أمرين: إما أن تأخذ الأمر بقوة، معنى ذلك أنك تخاف أن تنسى، لأن طبيعي تنسى، فتبدأ وتشرع في تذكير نفسك كل مرة تذكر نفسك عندني ننسى. هذا عزم وعزيمة. وإلا أنت خديت الأمر باغي تديره، ماشي ما باغيش تديره، تريد أن تفعله، ولكن يعني خليته حتى الوقت وكفى، فقد تتعرض للنسيان بشكل طبيعي فتنسى. فنسي ولم نجد له عزما. ولذلك جاء خطاب الناس من بعد آدم بصيغ متعددة، منها يا أيها الإنسان، ومنها يا بني آدم أو ابن آدم كما في الحديث، ومنها يا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس. فمن خصائص ندائه عز وجل العباد ابن آدم أنه يذكره بأبيه. عجيب، الأحاديث القدسية غالبا تلقى فيها هذا اللفظ ديال ابن آدم، يا ابن آدم، أو حديث وصف الإنسان بابن آدم كما في حديث: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان لابتغى إليه ثالثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. علاش قالوا بنادم بنادم؟ يعني باك بنادم آدم، باك آدم راك فيك خاصية من خصائص ديالو الوراثية، وهي فناسية ولم نجد له عزما. أما من اللي يقول المؤمن كلام آخر، فكأن المؤمن فارق الآدمية من وجهين، ماشي 100% راه بنادم كيبقى بنادم، ولكن من وجهين، بحيث إن الإيمان رقاه وقربه إلى الملأ الأعلى، ولذلك لا يزال ابن آدم في حاجة إلى الذكرى. لا يزال ابن آدم في حاجة إلى الذكرى، لأنه ينسى وليس له عزم. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.